السيد رئيس المنطقة بدوره حاضر. سبيطار المنصور هز كليان غازي، انا كمهني سيارة اجرة هز معايا كليان وصلت للشارج الرومبا اللي حدا ليديك، يالله هدرت على الرومبا كانت جاني الدقة هنايا هذاك الشيء ديال الفلام ولا الفيزي، شفت عصابة سوق ربي العالمين اخويا، هاد الشيء راه ولا تيخلع، انا مشيت في الحين للدائرة 37 درت المحضر ديالي. هذا الشيء اللي وقع. انت مركب معك شي زبائن تخلعهم اللي شافوك؟ كانوا معايا كليان، راه كون دخلت لداخل عندي السياره كون كانت عندي جريمه قتل داخل. شوف الطوله شنو دارت لي، شوف هاد الطوله شنو وقع لها، ما بالك بالحمد لله الانسان. هادشي راه كثير اخويا، هادشي راه بزاف. بالضبط هادشي شنو مع الشارع؟ عند الروب ديال ليديك، كاين الروب اللي حدا ليديك. شنو الشارع هذاك؟ الشارع حبيب الغفار. حبيب الغفار هذا. مش عمرك شي بحال هاد الكارثه هادي؟ اول مره في حياتي كنشوف هاد الشيء، هاد الشيء راه خطير جدا، هاد الشيء راه كيخلع، هاد الشيء راه ولا كيهدد السلامه ديال 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 الساكنه، هاد الشيء ما عمرني شفته في حياتي، انا دابا ما يناهز 50 سنه اول مره كنشوف كانني في العراق، انا كنسحب قذيفه ولا كنسحب شي حاجه، لان العافيه اللي خرجت من هنا راه مازال انا متركت بعدا ووقفت كنشوف واحد اخر غادي يهرب ويخليها هي والكليان وربما توقع كارثه اخرى. ما حاولتيش تعرف شكون اللي دار شكون فينا عصابه ما تقدرش تحسبهم اخويا راه شنقول لك عدد عدد يناهز واحد اكثر من 400 كلهم للتمييز. ماشي كيبان لي انا مجموعه ديال البشر من التما ملي جات الضربه كانت لها في الاتجاه ديال الضربه سوق ربي العالمين ولا حسن الحظ انني لقيت على سياره ديال 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 البوليس البارتنر كانت غتجيبها الضربه هذه لان البارتنر تابعهم هبطت على المدار على الرومبا من تحت انا طبقت القانون درت هي بحيث انها خاصها تدرك الموقف دازت من تحت انا لقيت الضربه على البارتنر كان الامن ولكن هاد الناس كثار من الامن اخويا كنقول لك انا ما ينهز فوق 400 او اول نهار في 2024 كتدخل علينا هاد السنه هذه بهاد الكوارث هذه اللهم انا هذا منكر اخويا راه خاص الامن الزبناء تخلعوا ضروري يكونوا تخلعوا حتى السيده راه هربات راه خلات شغلها خرجت حفياله من هنا انا راه كانت غتهرب انا غادي باش نوقف حلات الباب يعني فلان ضربات السيده راه كانت غتشكت لها القلب اشنو واقع قلت لها اختي ريحي راه كاع الناس كتشوف شي حاجه ضربوني بها اثناء هي ما عرفت انا كنلقى واحد انا اول مره كنشوف هذيك بعدا ما عرفتهاش اشنا هي انا جات لي بحال كارتوشه كبيره شحال الحجم ديالها ورينا راه هذا في هذا الميتراج هذا تقريبا كنقول لك انا كنقول لك انا ضربت هنا بحال شي قاضي برك قبل الانسان انت شوف الطوله شوف الطوله شنو اللي وقع عاود لينا التفاصيل شنو اللي وقع شنو سمع شي اخويا راسك البوليس اللي تسعى عندك الدليل عندك البرهان الدليل ما عرفتش انا اش خدام الليل راني حاضية باش نعس زعما وانا دابا غنمشي كاين نعيط عليه في باب الخدمة والله تيطرى لي شي حاجة في الخدمة حمدتك يا ربي وشكرتك الله يفرج عليك حمدتك يا ربي وشكرتك حمدتك يا ربي وشكرتك